معنا مشاهدينا الكرام لمزيد بشأن هذا الموضوع عبر الهاتف من الأنبار دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. مرحبا بك دكتور عبد القادر، ما تفاصيل حملتكم في حفر الآبار في مدينة الموصل؟ شكرا جزيلا، تحية لك أخي الكريم ولجميع مشاهدي قناة الراصدين. وحياك الحقيقة يعني جهود المنظمة مستمرة منذ بداية الأزمة فيما يتعلق بحفر الآبار. كانت للمنظمة جهود متميزة في توفير المياه وحفر الآبار في الجانب الأيمن، هذا الجانب الذي شهد أضرارا كبيرة في البنية التحتية وجانب الخدمات، ولا سيما بعد عودة النازحين إلى مناطقهم وأحيائهم التي وجدوها يعني أطلالا وأثر بعد عين. كان هذا البئر منذ أيام تم حفر هذا البئر في منطقة بعض الزيب، وأول أمس تمت مباشرة بالبئر الثاني في منطقة البدن كذلك، ويستفيد من هذا من كل بئر منها ما يزيد على 40 عائلة. تم مد الأنابيب، شبكة من أنابيب المياه وإوصال البيوت ووضع أيضا خزانات ليستقي منها الناس الأهالي في هذه المناطق. هناك العديد من الأحياء، يعني هذه ليست الحملة الأخيرة ولن إن شاء الله تكون الأخيرة، في عدد من الأحياء التي شهدت تدميرا كاملا، والمنظمة حفرت آبار عديدة في الجانب الأيمن، وحقيقة تصل مناشدات بين حين والآخر من أهالي هذه المناطق المنكوبة التي تنعدم فيها الخدمات الأساسية للعيش كالمياه، على الرغم من أن انتهاء المعارك والعمليات العسكرية في المدينة منذ أكثر من عام. فما زال الوضع الإنساني صعبا، وما زالت الخدمات محدومة أو متدنية لا تلبي حقيقة يعني حاجة المواطن الذي يعاني أصلا من الأوضاع الإنسانية الصعبة. نعم، إذا المنظمة تقدم ما يمكن تقديمه وما هو يعني في حدود إمكانياتها، وتبقى الأزمة أكبر مستمرة وأكبر. نعم، هذه ليست الحملة الأولى ولن تكون الأخيرة لمنظمتكم. ما المطلوب إذن من المنظمات الأممية الإنسانية الأخرى في مساعدتكم لرفع المعاناة عن أهالي الموصل وغيرها من المدن؟ نعم، بالتأكيد يعني المعاناة كبيرة، يعني ما تقدمه المنظمات الإنسانية والإغاثية بإمكانياتها المتواضعة هي لا شيء أمام حجم المأساة والكارثة الإنسانية التي لحقت بالمدينة وبالأهالي والمدنيين الذين هم الضحية الأولى في كل ما يجري من هذه الحروب. الأمر يحتاج إلى إمكانيات وجهود دولية حقيقة لتوقف هذه المأساة وتضع حدا لمعاناة المدنيين. فالمعاناة مستمرة، وهذا يحتاج إلى جهود متميزة وإمكانيات كبيرة حتى يمكن إعادة ما تم تدميره وإعادة الخدمات والبنية التحتية للمدينة، وإلا فإن المعاناة مستمرة وفي ظل هذه الظروف الصعبة للناس المدنيين في هذه المناطق المنكوبة. شكرا جزيلا لك من الأنبار هاتفيا دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى.